Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. السلام عليكم. واش الدراري كلشي بخير؟ هانين كلشي مزيان. الفيديو اليوم غيكون فيديو اخلي لكم مفاجاه، ما غاديش نقول لكم العام غادي نطلق اليوم، اخلي مفاجاه غادي تشوفوا نتوما شكون. انا متاكد غادي يعجبكم هذا الفيديو بزاف بزاف بزاف، حقاش غنطلق مع واحد السيد اللي كان كيفاجئ عليكم وكان كيفوج عليكم. بون، ما بغيتش نحرق المراحل، ثم نخليها مفاجاه كما قلت لكم. تنطلق معاه وديك الساعة إن شاء الله ملي غادي نتلاقى معاه راه غادي تشوفو، غادي تعرفو، غادي نقول ليه سلم عليكم بزاف. ودي الدراري، المهم لين هو كيقول لي فينك 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 أكرم فينك باش نتشاوف معاك، هادي ما هادي. كانوا وقعوا بيناتنا بزاف ديال البلانات أنا وياك، خاصمنا، وقعوا شي مشاكل، المهم كلشي كيفوش كيما كيقولو. صورة داير معاه من هنا واحد شويه غيعاود يفوني ليا باش نمشي نتلاقى معاه، وهادشي اللي كاين في الفيديو. واش قطعوش الفيديو هنا، تبعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا شكون هو الدري اللي غادي نتلاقى معاه. بيس ليكم كاع الدراري. مابقاشوني خرج دابا، انا غادي عنده، يلاه صوني ليا، قال لي هو قريب ليا، قلت ليه صافي خليك في بلاصتك تماك. المهم انا تقريبا شي 5 دقائق هكاك غادي نكون عندو، 5 دقائق ما كاملاش بالحساب غادي نكون عندو. المهم نعاودو نتشافو كي نتلاقاو معاه ان شاء الله. درت معاه هنا الدراري، دخل كنقلب عليه. السلام عليكم خويا، اسمح لي. هاني لا دايرة فيديو، صافي ها نشوف مع خوش، عرفت شكون هو هذا؟ قول لهم شكون هو؟ ولد القضيبة. ها هو الدراري شاف طورينو، يلا طلقت معاه دابا. خرجت من الدار 5 دقائق ما كاملاش كنت عندو هنايا، جا هو واحد السيد تقريبا عندي يومين وانا كنهضر معاه، يلا كتب ليا باش تلاقيت معاه اليوم. وكما كيقولوا الدنيا هادي صغيره، فهمتي؟ البارح كان في تركيا، انا كنت في الطاليان، كما كيقول لك الرجال تلاقى والجبال ما تلاقى. ها هو اليوم وصل بصحته وباركوا ليه الدراري. شنو بغيت تقول الدراري؟ نحيي لي فان ديالي كاملين اللي بغوني. اسمحوا لي راني بطلت اليوتيوب، كان عندي بروبليم مع الشركه وخويا لاشين، مي لافي لي فون ديالي تابوناو مع خونا كرم، حتى هو مغربي خونا بحالنا بحالو. وهذا الشيء كامل الهدف من هذا اليوتيوب كامله باش الدراري يستافدوا بساكن ما يصبوش عليهم، ما يبقاش لهم بروبليم في الطريق. وان شاء الله راه نفتح لاشين جديده ان شاء الله، ان شاء الله نفتح قريب ان شاء الله، ونعطيكم الطريق اللي جيت منه، ونعطيكم كاع لي بروبليم اللي وقعوا لي ان شاء الله، ونقول لكم اخطاء اللي درتها ما ديروش ان شاء الله. هذا مكان خونا كرم راهو حبيبنا تو. خليكم الدراري مع الفيديو ان شاء الله، احنا مازال مع خونا هشام هنا كنريحوا ان شاء الله، ويعاود لكم شويه ونهضروا مازال ان شاء الله. احنا يلا هبطنا من البيس، احنا مع ولد جديد مشاو لشي بارك هنايا، واحد البارك كبير بحال الجرده، شكل ديال الجرده كبيره، رايحوا تماك وديك الساعه يعاود ليكم ولد جديد قصاص. خليكم معنا هو يعاود ليكم شنو واقع، شي هو راه مقبيله وانا هاضر معاه، راه العذاب، راه لا اله الا الله. صراحه انا مابقاش كنبغي نهضر في هاد المواضيع، هذا اي واحد اللي بغى اللي قادر على شي حاجه يدير الله يسهل عليه. هادشي اللي نقول لكم انا ما نبقى نقول لكم لا الطريق لا ساهله لا صعيبه لا جي ولا ما تجي، واش فهمتي؟ كل واحد عنده عقله، عطاه ربي عقله فابور يخدمو، يشوف لي الحاجه اللي تسلكو اللي مسلكاه اللي ما مسلكاش. لحقاش الطريق راه الانسان فهمتي راه غيوصل، غادي يوصل، راني من بعد ما غادي توصل، فهمتي؟ هذا هو فين كيكون المشكل الكبير.
وان الانسان من بعد ملي كيوصل كيتصدام فهمتي، فانا تلقى خصك خدمه خصك سكنه خصك فهمتي فين تمشي فين تجي خصك اللغه بزاف ديال الحوايج، هادو هما العوائق اللي كيكونوا كبار عند الناس. اما ملي كتكون جاي راه ما على بالكش فهمتي، راه كتبات اليوم في بلاد وكتصبح غدا في بلاد وغادي الامور كما خاصها تكون، والطريق راه الصراط المستقيم راه العذاب الشديد. وكما كيقول لك الدراري كما وصلت حنايا حتى حنا نوصلوه تما، راه كنقول لكم اللي قاد على شي حاجه يديرها الدراري، يعني ما كاينلاش غنبقى نوضح في الامور هادو، ونخليكم معانا كنوصلوا ان شاء الله، وديك الساعه يعاود لكم الجديده حتى هو شنو واقع وشنو طاري وتعرفوا شنو كاين ديال بصح. غنخليه هو يهضر لحقاش، انا ما بقيتش كاع كنبغي نهضر في المسائل. امور راه باينه، راكم ديجا تفرجوا في الفيديوهات على شكل وثائقي كاع، راه ناتشونال جيوغرافي وموثقات داكشي اللي درت انا، راه صورت لكم التجربه ديالي كامله صوت وصوره، باش ما يجيش شي واحد مطنق عاصر في قهوه يبدا كومونتير لي الكومونتيرات الخاوين ديالو هادي من هنا. عقليه المغرب العربيه نفس الاسئله كيبقاو يتعاودوا، شحال ديتي معاك ديال الفلوس، شحال درتي ديال الوقت في الرحله، خويا اما احسن خويا اما احسن نجي في الصيف ولا نجي في الشتاء، شنو هي الوقت ديال الحرقه في الرد، شنو هو الوقت ديال الحرقه كيقولوا شي اسئله والله الدراري كيسولوا شي اسئله مصيبه كحله. خدام ولا ما خدامش، مجوج ولا مطلق، فهمتي كتسولوا شي شحال كتلبس في رجليك، راه شي اسئله راه لا اله الا الله الهرب. فوزي كيستيون يكون في المحل. هاوليكم الجديد الدراري، ها ود جديدة ايطاليا جاي موجد، ها الدراري لقيتونا ريحنا في واحد البارك سميتو باركو فالنتينو، الدراري اللي كيعيشو هنا راه ديجا كيعرفوه، مريحين والله الا بحال مريحين تنتسناو الباشير بحال مريحين في الغابة تنتسناو الظلمة طيح باش نكملو الرحلة. والله شحال هذا مريحش بحال الطريح يا شاب. هاهو خونا وجديدة وصل على سلام، شو هو راه ما داعو ليا، راه عندو تقريبا شي 4 ضربات في سلوفينيا كيوصلو كيرجعوه، الضربة الأخرى تقريبا راه دار تريستا، دير شي تريستا ياك؟ تريستا تريستا ديريكت دخل إيطاليا، دار البوسنا تريستا نيشان، ما دخلش سلوفينيا الضربة الأخرى. أو يعاود ليكم شنو كاين، واش نصح الدراري أخويا هشام، شي نصيحة لوجه الله. هاد الرحلة هاديك تبغي الصبر بزاف الخوت، وكتبغي بنادم يكون يصبر يكون أو شوية باش يسمعوك أي شيء. هاد الرحلة تبغي الصبر، تبغي بنادم يكون عنده القلب قاصح، على قبل الخوت راه كاين الجبال كاين الويدان الغابات كاين فيها الريسك بزاف، أقسم بالله إلا خوتي ما كذبش عليكم إلا صعيبة هاد الرحلة صراحة، اللي ما مولفش يقدرش على الريسك بلا ما يضرب هالطريقة هذه صعيبة، هادشي اللي نقول لهم اكرم خويا هادشي. ولا كيقول لك زعما صعيبة تشد السي وحنا ما ندوزوش، كيقول لك التحديد وحنا كرطون. واش تقول لي؟ اخوتي بنادم يجرب، ماشي كنفشل شي واحد، المهم بنادم يجرب، باغي يجي لاوروبا يجرب، جاب الله التيسير داز اوروبا الله يعاونو، هذاك زهرو ليطالي ورجيه، لما الى ما وصلش
يرجع للبلاد يعاود يرجع للبلاد. المهم راه دار، المهم كما نقولوا راه دار واحد، دار محاوله، خدا اكسبيريونس في حياته. اه صافي، دار محاوله ودار خديتي تجربه وعرفتي اكتشفتي شي حوايج اللي ما كنتيش عارفها. وهادشي اللي نقول لكم اخوتو، اكرم خونا راه كيعطيكم النصائح ديالو من القلب. ماشي والله اخويا، ما بقاش كننصح شي واحد ولا كنقول ليه شي حاجه، اللي بغى يدير شي حاجه راه كلشي قدامه، ما بقاش كنتسوق لشي واحد. لحقاش علاش دابا انت ملي كتجي العرب ديالنا خايبين، دابا ملي كتجي كتقول لي واحد النصيحه انت اللي ديجا عشتيها وشفتيها وعرفتيها وحسيتي بها، راه ما يمكنش لك توصل ليهم الحقيقه. راه لا يمكن، راه دير فيلم كيما خاصو يدار، وما عمر الانسان توصلوا الحقيقه كيما هي الا ما عاشهاش هو، الا ما عاش. والله دابا انت ملي كتقول لي الطريق صعيبه والجبال والويدان والغابات وهادي وهادي، كيقول لك ومالك تدسي. كله ورزقه كله وزهره، انا راه ماشي دز بحال ما هكاك، راه صافي لحقت ودز. انا راه ما شفتينيش انا كنت كنضرب 8 د السوايع في الجبل طالع، وكدير 5 د السوايع وانت هابط، وفي الليل اقسم بالله العلي العظيم تغلط تودي، عرفتي الجبل الجبل تشوفه بنهار ما انا دابا تنشوف هذوك الجبال كيفاش، تنقول كيفاش انا طلعت هذوك الجبال كيفاش دزت منهم. كتلقى جبل دايرها حائط ماشي بحال ما كتلقاه ميل، كتلقاه داير هكا، عقلك ما شي حوايج ما يستوعبهمش العقل كيفاش درتيهم انت، يعني فهمتيها بالقدره الالهيه ودعاوي الوالدين و يعني اللي درتي شي صداقه في سبيل الله راه كتوقف عليك، كتكون ديجا درتي شي خير ونسيتيه راه كيوقف عليك في الوقت اللي كتحتاجو، راه كيوقف عليك هادشي اللي كاين. اما زعما بالطاقه البشريه اللي عاطينا الله حنا، راه شي واحد ما يقدر يتحمل هذيك المشقه وذاك التعب وذاك يعني ما تقدرش تحملو، ما تقدرش شي حوايج ما عقلك ما يستوعبهمش، ابار هذاك ستريس لانك كتكون ناعس في غابه وكتسمع اصوات حيوانات، كتسمع شي حوايج الرعب، كتكون ناعس كيدوز من حداك شي فرق ديال الحلوف مدردك وخرج لي واحد سلوفينيا وانت مقمط في مخشي في ساكو شارج بعينك تحل اش غادي دير، فهمتي ما يعني شي حوايج الدراري اللي يعني بنادم كيكون غافل عليهم بزاف. كدوز مثلا انا وخويا امين راه متبعني في لاشين، الا كذبتي عليه راه يخلي لي كومونتير. كنا يلا دخلنا الليله الاولى في كرواتيا نعسنا بحال هكا اقسم بالله العلي العظيم، يلا كلينا هذه التكينه كندور وجهي كيبان لي خيال، ما عرفتش جن ما عرفتش بنادم ما عرفتش عسكر، ما كيبان لي خيال واقف وصافي. امين بحال قلت عنده الشوف شويه ناقص بالليل، ما كيشوفش بالليل مزيان، هو كيشوف فيه انا كنشوف فيه، اشنا هو ما عرفتش. انا اول حاجه فكرت فيها العسكر صافي تشدينا، بقيت كنشوف شويه هذاك الخيال جاي كيجري لعندنا، جاي كيجري لعندنا اقسم بالله انا الهضره ما بقاش قادره تخرج ليا، فشنا هو غزال وحنا فيكس جماد، يعني الغزال تقريبا كيشوف غير الحركه ولا ما نعرف ما كيميزش الالوان ولا ما فهمتش كيفاش السيستم باش كيشوف، هو حنا جامدين زاقين. جا هذاك الغزال كيجري وصلت لعند امين، امين غوت واحد الغوته اقسم بالله لا تقريبا هذيك الغوته راه نموت من والله، كون سمعوها الاموات كون سمعوها الاموات يحيوا والله تيفيقوا من القبر. واحد الغوته غوت امين بقوه الرعب، غوت امين بالجهد بواحد شغنقول لكم يعني واحد الغوته ما يمكنش ليا نوصفها لكم، واخا نعبر لكم يعني القمه ديال الرعب باش غوت امين، وبديك الغوته اللي غوت هو يعني فهمتي سمعات هذيك الغزاله ويتنقزنا حنا كاملين، كنا مستشفين مع السبينه وانا نقزتنا كاملين وكملت الطريق. يعني شي حوايج كتعيشهم هي فهمتي صعيبه وزوينه في نفس الوقت، ملي كتفوتك الخلعه وكتبدا الدوي وعلاش غوت يا امين وعلاش وادي وشنو كتقول لي شنو كان كيتخيل لك انه غادي يكون هذاك الضل وادي وادي، يعني فهمتي كدوز ضحك. ولكن ملي كتعيش كل تجربه في الوقت ديالها كتحس كل احساس كيكون عنده سميتو. بالنسبه لك انت اخويا هشام، شنو من الصعوبات اللي لقيتي انت في الطريق؟ صعوبات اخوتي كما اكرم راه عطاكم الطريق وعطاكم الجي بي اس، انا غندير لكم لاشين ان شاء الله ونوضح لكم الطريق، وحنا راه خوت انا واكرم. وبغيت نقول لكم الصعوبات ديال الانسان يبات في الغابه. باش اسمح لي اخويا هشام غنقاطعك، يعني كما كانوا كيعرفوا الدراري اللي كانوا متبعين هشام والجديده وكانوا متبعيني انا، كان وقع بيني وبينه واحد المشكل
رمضان يعني غيارات كيوقعوا يعني فهمتي بلانيت راه ضروري راه الشيطان الله ينعلو ويخزيه بنادم راه ضروري من العصاب وهادي كنطلب منه السماحه قدامكم او مسامحه خويا هشام سمح لي بزاف لا الا غلطت في حقك فهمتي يعني الانسان ملي كيعتذر ماشي ضعف منه ولا خوف ولا شي حاجه ولكن فهمتي ملي كتشوف الانسان كيفاش داير وكتريح معاه وكتعرفو وكتشوف كتحس به وكتقدر الظروف ديالو يعني انا عارف انسان كيفاش كيكون في تركيا انا دوز هذيك المرحله كيكون انسان مضغوط ستريسي قلت الفلوس بالو باقي تابعو 9 دول ولا 10 دول كيفكر 100 دول يعني انا فهمتي لا غالب ولكن انسان ملي كيشوشيك في شي حاجه فهمتي حتى انت كتضرك وكتبغى تجاوب كتبغي تهضر على راسك الحق كتجيب الوقت فهمتي كنطلب منه السماحه من هذا المنبر هذا وحدايا ديجا طلبت منه السماحه في فيديو كنت درتو ولا لايف وهو دابا معايا هو راه قدامي راه كنطلب منه السماحه وان الله غفور رحيم ربي وكيسمح